بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتكلم بإذن الله تعالى عن المرتبة الثالثة وهي الإحسان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيوكما إن شاء الله أكرتمنا لتابعين الأصول الثلاثة زامن أوكي مرتبة تأوكو تشيدغة تكي مرتبة الديني مرتبة فرقو مسلنشي مرتبة تبيو إيماني يوكما زامن أوكي مرتبة إحسان. نعم، الإحسان ركن واحد، إحساني ينال ركنين يقول هذا تحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة، عبادة رغبة، حب شوق فيما عند الله، عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. To karkashin wannan rukuni akwai kaman matakai guda biyu. Mataki na farko shine ibadar da ake kiranta ibadar mushahada, wato ibadar da mutun yake yi kamar yana ganin Allah. Ita ce ibadar da wato son Allah da begensa da kuma girmama shi da fatan samun abin da ke wajensa yake kwasan mutun yayi wannan ibada. Ita ce kuma irin ibadan annabawan Allah da manzannin Allah. Aqwa dafi' yadfa' al-insan إلى هذه العبادة الرغبة والحب والشوق فيما عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. بابن أبين دزي كواشمتم يأي إيرم وانا نو إينا إبادة للي شيني صن الله دبي جنسا دفاتن سامو أبين دكي وجنسا. كما رأي دمان زن الله صلى الله عليه وسلم يكي تيوا شن بزن كسن تي باوا ميقوديا و الله سبحانه وتعالى با واتو ألوكة دي إبادة هركبو من سسكا كمبرا. إذا لم نستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن الخروج عن المرتبة الثانية، عبادة الخوف والهرب، وتسمى عبادة المراقبة. إذا مك جاجرين إيرم وان النوع إن إبادة وتو إبادة كمر منا جنين الله تو تبص بزي يومي كأسدا ود زام أمبتها مك ينزبا إتشي مرتبة تبيو مرتبة دمتي كين إبادة تكين صورون الله دكما جن فرجيتي دتورن عذابر ده الله سبحانه وتعالى يتاندا. نعم، بهذا تمت أركان الإسلام والإيمان والإحسان. الدليل على الإسلام والإيمان والإحسان حديث جبريل عليه السلام. تو دعوانا بياني سيمو شيء من جم بياني أكم مرتبة بين الديني جدا أكو وأنكما سوني مرتبة مسلنشي ده مرتبة إيماني ده كم مرتبة إحساني كم وأنا مرتبة بي جدا أكو na addini lalle hadisi na malaika jibril lokacin da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbatar da su wallahu a'lam Allah shine mafi sani.